ده واحدة من الأشياء المهمة جدا في حياة الإنسان هي ممارسة الرياضة، لأنه الرياضة غير الجوانب الصحية المفيدة بتخلي الإنسان برضو مرتاح نفسيا وبتزيل الكثير من التوترات والكثير من الضغوطات. احنا طبعا كشباب بنحب نمارس الرياضة، الناس اللي بتلعب كورة، دافوري، التمارين في ملعب الخماسيات، الرياضات المختلفة، وبقى برضو بعض البنات الآن بيمارسوا الرياضة بشكل جميل جدا، خاصة في منشط كرة القدم أو بقية المناشط، لأنه زي ما قلنا الرياضة برضو زي ما لها علاقة بالصحة البدنية عندها برضو علاقة بالصحة النفسية. طبعا علاج الصحة النفسية والاكتئاب والمشاكل عند الناس ما لازم هم يمشوا يغسلوا العدة وكده، لكن ناس الرياضيين زينا كده بيمارسوا الرياضة. آخر مرة مارست الرياضة متين يا عملة؟ امبارح مرة كان في زول عيان وكان لازم اتمشى معه عشان اخلي موده حلو وعشان اخليه صحيا افضل. لا هو الزول كان عيان ولا في زول؟ لا في زول كان عيان، فلازم كان ازره نفسيا واتمشى معه لانه ما بتمشى برف، عشان ما غسلت العده يعني. كنت بقدم في خدمات مؤازره يعني، بتقدم في خدمات لكن ما حبا في الرياضه، لكن الرياضه مهمه. الرياضه مهمه جدا، واكيد انها زي ما انت قلت مرتبطه بالصحه الجسديه وكذلك الصحه النفسيه. في ناس عندهم مفاهيم خاطئه كثيره جدا عن الرياضه وعن العقاقير المرتبطه بالرياضه او بقت مرتبطه بها مؤخرا وما إلى ذلك. حنتكلم عن الموضوع باستفاضة أكثر مع دكتور عبد المعز مصطفى، الطبيب وكذلك مدرب كمال الأجسام. أهلا بك. نورت. نور منكم إن شاء الله. الله يخليك. بداية دكتور معز، بوصفك طبيب ورياضي، ورينا العلاقة المباشرة بين الطب النفسي وكذلك الطب الجسدي أو الفيزيائي والرياضة. كله بيهتم بالصحة. هم معي صح. كله بيتفق في إنه يركز على صحة الزوج، كان صحة نفسية، كان صحة جسدية، كان معنوية. دي الرابط في هذا كله. نعم. يعني كله بيكمل بعض. الطب النفسي هو زي ما قلت التمارين بتعدل المود بتاعك. الطب الفسيولوجي العضوي دي تمارين بتقوي هذه، بتزيد نشاطك، تركيزك، قوتك الجسدية. كده. ويتضبط لك أمورك. نعم. طيب يعني ممارسة الرياضة مهمة لكل الأشخاص ولأي إنسان، وفي أي مرحلة عمرية لازم يكون عندك نشاط معين أو نوع رياضي معين أنت بتمارسه في حياتك. في أي مرحلة عمرية، في أي مرحلة عمرية بالنص. يعني من يعني إحنا أسح علينا، إحنا من الولد بيبدأ يمشي بيجيبوا له العجلة، نوع من الرياضة. عكس الناس اللي بيخلوا أطفالهم بعدين سنة شاف حركته كثيرة، تلقاه فرق من الشافع بيقعد ساعه. اصلا الشافع بيقعد ساعه فيه حاجه اب نورمال بتكون 100%. اللي بيتحرك كثير بتلقاه يتكلم اسرع، تلقى السوشيالية استيعابه اسرع. طبيعه الطريقه هو الاطفال دي انه يكون حركتهم كثيره، الشافع ما بيتحرك كثير بالعكس ما هادي، ده بيكون فيه مشكله اب نورمال. ده بعد ما يخش هو مرحله المدرسه والاسي حاليا في الفئه العمريه بالذات حق الاطفال دي بيتنسب السمنه فيه كثيره مره واحده. لانه اغلبيتهم بيجي يحسي، نحن لما كنا صغار هو بيطلع شايب تلعب كوره كمبليتا حرامي بتاع هسي بيجوا يخطوه في البيت بلاي ستيشن تليفون اكل وشراب، شايف بيجوا سمين هو اموره بجود، بتبدا الامور تجود اول ما يصل مرحله البلوغ، بتبدا تشوف الاثار السلبيه للموضوع ده. نعم. في هسي الحمد لله في الناس الواعيين بتدخل اولادها هنادي سباحه تايكوندو كده، بعد ما يكبر منه شويه فتره البلوغ بالذات بتكون فتره بتاعه اضطراب بتاع هرمونات، كان للاولاد كان للبنات. الرياضه بتساعد انه تنظم الفتره دي، تنظم الهرمونات دي. عندهم البنات عندهم الاستروجين بيعلى، الاولاد عندهم التستي بيعلى، حبتين بتبدا تظهر عندهم حبه الشباب والحياه دي. دي كلها مشاكل بتاعت عدم انتظام بتاع هرمونات. فتلقى الزول اللي بيتمرن عنده المشكله دي قليله، انه التمرين بيساعد انه الهرمونات تكون منتظمه وتستهلك بحاجه كويسه. تطلع منها ثاني تخش الله في الفتره بتاعت العشرينات والهنا، ده دي الفتره اصلا اي بني ادم بيكون فيها فيت، اقصى مرحله وزول يكون فيها يعني زي ما يقول في قوه وفوت، التست عالي يعني دي المرحله اللي بيقدر يأدي فيها. في الوقت ده الزول بيتمرن برضه بتلقى فرق من هذا. هسه حاليا في الجيل بتاعنا ده بتلقى في الفتره دي بدل الزول يكون فيت بتلقاه سمين. دي الفئه الغالبه بقت. نعم. لانه الشغل بتاعنا اول حاجه الزمن بيجي يجري سريع. فاغلبيه الشغل بيجي معتمد على الاجهزه، القعاده كثير، الاكل بتاع الفاست فود. نعم. فالواحد لو قدر يوفر ساعه في اليوم من زمنه
في العمر ده هو بيطور في نفسه في مجال بتاع العمل بالذات بتجينا مشاكل كثيره لما يصل ل 30 و 40 بيبدا يحتاج احتياج شديد للرياضه لما يصل 30 و 40 لانه اللي عملته في اول 20 سنه و 30 سنه ده ياخذ بيسهر لك بعد 40 فالرياضه ما عندها حل خصوصا انه حاليا احنا زمان كان الناس هو الشغل بتاعها بتجاره حركته كان كثير ما كان الموضوع ده مؤثر فيه بس لو لاحظت المرض الاساسي حاليا السمنه صح وراه بيجي سكري وراه بيجي الضغط وراه بيجي بشكل الغده ده كله عدم الحركه والفاست فود صحيح وللاسف بقينا نلقاه في ناس باعمار صغيره يمكن زمان في الماضي زمان القريب يعني من البعيد هو الشباب كانوا يمشوا الدافوري الناس بتطلع تتمشى المشاوير القريبه قريبه برضه ناس بتاخذها برجلين الواحد بيخلي عربته في البيت وما بيركب مواصلات او كده لكن الزمن ده بقت معظم الناس قاعده لكن في فئه بقت تمشي صالات الرياضه صالات الجيم اللي هي المعروفه طيب صالات الجيم دي ليه مدى ممكن انا اقدر استفيد منها وشنو المفاهيم المغلوطه اللي بتتبعها الناس وبتمشي الصالات دي وما بتقدر تستفيد منها الفائده القصوى طيب المفاهيم الموضوع بالذات اللي احنا عليه في البلد دي يعني ممكن التوعيه في المجال ده بالذات في بلدنا نحن ده ضعيفه مره الدول اللي برا وعيت الحكايه دي ونشرت يعني هسه اقرب حي مصر دي بين كل بيت وبيت بتلقى صاله وعيوا الحكايه دي وفيها نسبه سمنه عاليه وانت لما يكون عندك نسبه سمنه عاليه معناتها كم 80% و60% من المواطنين بتوعك حيبقى عندهم ضغط وسكري دي ميزانيه على الدوله صح ولا لا؟ لازم توفر لهم الادويه بتاعت الامراض المزمنه دي. الموظف بتاعك عنده ضغط سكري يكون اداؤه اضعف من الموظف العادي. فكل ما كتر الوعي بتاع الحته دي زاد وقللت نسبه السمنه انه بتاثر على الموضوع ده ما مؤثر على اسره ولا مؤثر على مستوى الدوله كامل. انت لما يكون عندك زول بيأدي لك وظيفه وصحته تعبانه ما حيأدي لك زي لما يكون فت. فحاليا مصر القريبه دي الامارات بالذات بقت الحكايه دي منتشره وحتى المدربين في الامارات بقوا على مستوى عالي حتى البطولات السنين العرب بقوا ماشيين فل يعني زمان البطولات بعد مستر اولمبي دي ماسكين الامريكان بس نحن ماشيين العرب ماشيين فل السنه اللي فاتت فاز بجرامي المركز الاول والسنه دي برضه عربي فاز المركز الاول فالوعي حاليا في عند العرب الحمد لله ماشي فل في المجال ده بالنسبه للناس العاديه اللي عايزه تحافظ على صحتها وتقدر تأدي لحد ما تكبر ما ضروري اللي تمشي صاله يعني على الاقل عندك اكتيفيتي اي زول عنده مجهود يعني كوره تنس بيريحك لكن طبعا اللي زول عايز يعمل شيب عايز يعمل شكل ليه تمارين المقاومه هي تمارين الحديد اكثر فهم غلط عندنا هنا ده الواحد بيقول لك لما افصح لما يكون يعمل سيرش بيعمل سيرش تمارين كمال اجسام انت ما لعب كمال اجسام انت تعمل سيرش كمال اجسام تعمل سيرش كمال اجسام تجيك يلا الاستيرويدات ويجيك المكملات واداء بيعمل عظم واداء بيعمل هنايا دي شغله بتاع كمال اجسام دي مهنة ولعبه عديل زي ما في بطوله كوره في هنا في عندنا بطوله كمال اجسام انت لما تقدر تعمل سيرش اعمل سيرش لتمارين مقاومة دي هي اللي انت ماشي لها انت زو عايز تحافظ على لياقتك زو عايز تحافظ على صحتك دي الحته اللي انت بتركز عليها ما عندك اي علاقه بالكلام بتاع الاستيرويدات والحياه دي بتعمل شكل منسق الكتله العضليه لما تزيد معدل الحرق بتاعك بيزيد يعني اللي قدام ما بتضع ما بتسمن سريع اصلا الاساس بتاع انه الزول ده بقى سمين انه معدل الحرق بتاعه بطيء تقوم انت تمشي تغمس مثلا بدايت انا الليله عندنا مناسبه بعد 6 شهور ضل اضعف الليله في 6 شهور دي ارجع هنا 40 كيلو ما ياكل صيام حيفقد كتله عضليه اليوم اللي يفك الدايت بتاعه ده اكل ان شاء الله صحن بتاع فته حيرجع اسمه من اول انه فقد الكتله العضليه كان معلله والميتابوليزم ريت بتاعه ده فقد خلاص امور جاهزه طيب رياضة كمال الأجسام تحديدا هل عندها عمر معين ولا مثلا انه الزول ممكن يكون مما هو صغير يدخل او يقرر انه هو يخوض تجربة رياضة كمال الأجسام ولا ممكن في اي عمر انه هو يلتحق بالرياضة دي والمواصفات الجسمانية المفروض تكون في الزول شنو؟ طيب بس بالنسبة لعمر معين دي هنا عندنا مفهوم غلط يقول لك انت لما تشيل حديد بتكسر تكسر؟ وتكسر هذه ما سمعتها؟ لا اي يقول لك انت لما تشيل حديد وانت عمرك اقل من 16 سنة بيكسرك ما في اي علاقه بين الموضوع ده اكيد زمان كان الباور ليفتنج او التمارين بتاعت العتاله دي لما لو لاحظت الابطال بتاعهم كلهم تلقيه ما بتلقيهم طوال شديد هي بيحصل بس ضغط شويه كده في هذا في الغضاريف واحد بيبين شويه اكثر لكن ما عنده اي تاثير للطول انت بتلعب تمارين بتاع المقاومه وزن جسمك بيزيد عليه شويه او انت في البدايه ما قدرت تلعب وزن جسمك
في واحدين نسي في الصاله بيجوني اول ايامات بوش اب خمسه اقدر ما اقدر العبها بيبدوا يلعبوا تشيست بالبار تشيست هنا زي باللوزان بيبدي يلعب بوش اب 10 اوزانه في البنش بيزيد بتاع اساعد روحه بيجي شويه يلعب هيك يلعب بوزن جسمه مش احسن ده انت حتمشي له ما مش اللي باور ليفت تقول بقصرك ما عندي عمر ده تبدا من صغير عادي انت واحد انا بحتار في واحد بيقول لك الحديد بيقصر وهو مشيل ولده عمره اقل من 16 سنه ابو بدغاس ده ما دي ما عيتالس ومشيل شو سكر لما تكبر هو معدل التست شويه بيقل فالتطور بتاعك في اللعبه دي شويه بيكون قليل لكن ما عنده عمره عين عادي ممكن انك 60 سنه تبدا تتمرن وفي فعلا في نماذج شفناه انه ناس فوق الستين بدات تتمرن وقدرت انها تعمل الجسم طيب دائما مرتبطه التمارين الصاله بالفيتامينات وبالمكملات الغذائيه يعني هل هي ثابته واحده لكل الناس ولا لازم تستشير مدرب تستشير طبيب قبل ما تبدا تتناول المكملات الغذائيه طيب هو الاساس انك تستشير تستشير مدرب ولا تستشير دكتور في دي ليه تستشير ما بقول لك عشان عندها مضار بقول لك عشان تعرف النوعيه الانسب نوعيه لك يعني هسه فيتامين دي في واحد يقول لك انا فيتامين دي لما يزيد في الجسم بيحصل هو ليفر توكسيسيتي والكلام ده انا اليوم والليله ما شفت كيس بتكيس زي دي واليوم والليله ما لقاني زول في البلد دي بعد شمس دي فيتامين دي بتاع مظبوط كلهم ديفيشنسي دي واحد فعادي واحد يبلع هذا فيتامين دي دي كسيروتين الملتي فيتامين ما في واحد في البلد دي قادر يدخل كل احتياجه من الفيتامينات من اللي دي واحدة ما عندها مدار الملتي فيتامين عامة اللي زول بيتمرن والزول ما بيتمرن ما عنده أي مدار موضوع تزيد الوزن موضوع هي بتزيد امتصاص الأكل يعني استفادتك من الوجبة اللي بتاكلها دي بتزيد عليك فدي ممكن يكون فيها زيادة طفيفة للوزن وبعدين فعلين بيفتحوا الشهية دي هنا ده ممكن هو تأثير بسيط علينا بزيادة الوزن لكن ما عنده أي علاقة بزيادة الوزن اسمه شنو تاني الحبوب المكملات الغذائيه يا اخي انا اسي واحد كان في صاله ده تخلص تمرينه وشايفه هناك انا في الصاله زي ما اقول ماكل حديد اكل طلع من هناك معرق وبتاع خشه انا خشيت ده خشيت التغيير غير اصلي قلت لك عمك طلع الشنطه طلع لي كوريه انا لما خليت الصاله قلت اشوف الزود عزيز وش طلع لي كيس عبيط وطلع لي كوريه بتاعت لبمودة كده مسكرك البيت كع 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 اربع بيضات فقعهم كبوا فيهم لو مدره والله ما اعرف لو مدره ولا دخول واحد من الاثنين شغلين من معك عينت لك بس الساعه زيد رفع لك اول ما قلت شاكي قلت له شنو ده؟ برودين قال لي قلت له قال لك الكلام ده منه؟ قال لي دي وصفه يعني ذهبيه قال لي كوتش فلان من غير الاسامي يعني هسه البيض الفقعه ده بدل العفان بيعمل فادي لو اكله مسلوق كمل ما في تاثير في القيمه الغذائيه ثاني حاجه بدل المسلوق ده حقنا ده بيزاد قاعد في الشمس زيته طالع ده بيجيب لك تايفود السالمونيلا اللي بتجيب التايفود دي واصلا ما في حاجه اسمها تايفود دي مبدئيا كده مرض التايفود ده مرض خطير اول حاجه والاغلبيه هنا والفحص بتاع الويد التست اللي في المعمل ده اصلا المفروض يكون واقف او يقف عديل كان في معامل شغاله بيعلى مع اي جاسترونترايتس اي التهاب بتاع معده بيعلى معه فانت اساسا بيكون عندك التهاب معده لو عندك تايفود اول حاجه حمى بتاعت التايفود ما بتنزل كل يوم بتكون اسوء من الثاني بيجيب لك اكتئاب عديد التايفود بتاع السامونيلا التايفود المرض اللي بيتقال عليه ده دي بتجيب لك البيض النيل بتاكله ده كويس يجي واحد ثاني عشان يجلس صف هنا ده يقول انا ما باخذ بروتين انا طبيعي بس طيب ما بتاخذ بروتين لشنو؟ بيعمل عم والصفه الصفه دي بتعمل شنو؟ يعني بيرموا لك الحياه في حياه اصلا ما عندها اضرار ملموسه، يعني البروتين دي عباره عن وجبه مجففه كويس معاك؟ زي لبن البودره اللي هتشربه ده بس حاجه مدعمه بنسب اعلى بتاع البروتين فيتامينات اكثر يعني حاجه مركز عندنا مركز التركيز عندنا تبني العضل بعد تخلص تمرينك تشرب سكوب بتاع بروتين ولا تاكل اربع بيضات في فرق كتير في حته في ناس بس عندهم مفاهيم خاطئه، كيف احنا نقضي على المفاهيم الخاطئه دي؟ مثلا الناس بيقولوا انه الشكل بتاع الجسم اللي بتبني ده بتبني بالبروتين اللي هم بيشربوه ده، وفي ناس بيفترضوا انه البيض الني قيمته الغذائيه اعلى لانه ما خش النار، فكيف احنا نقدر نغير المفاهيم الخاطئه؟ المفهوم مبدئيا البيض الني والبيض المسلوق ما في فرق بين في قيمه غذائيه، دي واحد 4 جرام بروتين 4 جرام بروتين، بالعكس انت امتصاصك للمسلوق يمكن يكون اعلى من الني. البيض انقى نسبه بتاعت بروتين. السد ده مش بيقولوا عيار 21 هنا ده
انغى نسبه بتاعت بروتين في البيض، عشان كده بيتجذب باقي النسب، بيتجذب البروتين في اللحمه، بيتجذب البروتين في الفراخ، بيتجذب البروتين في الجبنه في الحياه دي. فالمكملات الغذائيه زي ما قلنا عباره عن وجبه مجففه، وزي ما قلت لك انت لما تطلع من الصاله اكلت اربع بيضات مسلوقه وشربت سكوب بتاع بروتين، ما في فرق بيناتهم، فرق في حاجه واحده بس، سرعه الامتصاص بتاع البروتين اعلى من سرعه الامتصاص للبيض. يعني البيض لو بياخد نص ساعه البروتين بياخد ربع ساعه، انه اساسا وجبه مهضومه طوال بيخش الجسم. طبعا عم تمرنت عملت جاك تمزق بتاع دي بروسيس بتاعت هنا معالجه، فالبروتين بيخش في اي عمليه حيويه في الجسم، وما هم بعدين في فهم يقول لك بروتين للعضله، بروتين بيمشي من الشعر لحد الظفر بيشتغل في اي عمليه حيويه في الجسم بتتم عن طريق البروتين. دي واحد من المفاهيم الخاطئه. واكبر مفهوم خاطئ عند هنا ده بالنسبه للبنات برضه نفس الحكايه، كانت بتناقش مع واحده في موضوع البروتينات دي برضه قلت لها انا ما باخد بروتين، قلت لها وزني عايز يزيد اكلي، ما قدرتي تاكلي او اكلك ضعيف ما قدر ما غصبت على روحك انك ما تاكل ما قادره تاكلي ممكن تاخذي بروتين، قلت لها لا لا ما باخد بروتين. الزوجه دي لفت وجات يوم لقيتها ما شاء الله سمينه، قلت لها اخذتي شنو؟ قلت لها اخذت بروتين، اخذت حبوب هذا سمنه والسمنه يا ريتها لو سمنه زي الناس بقت مفجخه وشها مدردب. المهم الحبوب بتاعت الكورتيزول اللي بتتبلع دي يعني عباره عن ماساه. اول حاجه انا شايف حمله التوعيه في بالنسبه لل بيطلعوا يوعوا يقول لك الايس يقول لك المخدرات، والله الحبوب دي ما تقيل خطوره من الايس ومن المخدرات والحاجات الثانيه. ممكن تاثير على المخ ما زي تاثير على الجماعه دي، لكن تاثير على الجسم اسوء من اي نوع من المخدرات. اول حاجه غير امراض نسبه السكري بتعلي نسبه ان يجيك سكري، الضغط البتاع يا اخي. احنا جاتنا وحده كان كيس في المستشفى البيت دي احنا شفناها يعني الكاركت بتشوفها كده بتقول الزول كان بتاخد استرويد وخش عمليه، يعني بت الناس بتاخد اي دواء بتبلع اي حبوب؟ لا. وكان معي دكتوره ما بتبلع اي حبوب؟ لا ما بتبلع اي حبوب. كان بدها تكتب ما هذا ما عندها يعني ما عندها دواء مزمن قاعد تاخده. تسمعي قاعد تبلع حبوب تسمين؟ اي قاعد تبلع شنو؟ قلت لي شنو؟ الذين تخلعوا ولا شنو؟ خلعتينا احنا ذات. فدي بتاثر على النفسيه بتاعت البنات ذاته، بعد ينتهي بديبرس باكتئاب اسمه شنو دي؟ خشونه في المفاصل المدى الطويل دي كلها بتسهر لها. غير كده السمنه الاصلا حقتها ايه؟ السمنه بتاعت كورتيزول، يعني ما سمنه حقيقيه اصلا، عباره عن دهون فري حايمه كده في الجسم، حايمه في الجسم. طيب بالنسبه لمرضى القلب ما بين انه هو لازم يمارس الرياضه في بعض الحالات وما بين انه هو يلقى نوع الرياضه الممكن يقدر يمارسه، هل مريض القلب ده ممنوع من الرياضه تماما ولا هو عشان يقدر يحافظ على عضله القلب دي في نوع من انواع الرياضه لازم يمارسه؟ طيب مريض عضله القلب كده بصوره عامه دي ما صعبه اجاوب لك فيها، لكن مثلا يقولوا عنده ضعف عضله القلب ده ما بيتحمل مجهود شديد، في نفس الوقت المفروض يقوي عضلات القلب. نعم. فده اللي هو والاغلبيه من النوعيه دي هتلقاه سمين. فده اول حاجه تخصصه شويه. المجهود ما يكون مجهود عالي، مجهود متوسط يقدر يستحمله هو. ما ضربات القلب دي هارت ريت بيحدث دي ما تفوت ال 150. هتكون حريص على الحته دي. التمرين معه بحذر. انا عندي واحد والله عمره 19 سنه كانت توفى في الصاله. ده عنده مرض وراثي يقول له هوكم. غالبا يعني تلك كيس تكون كذا. لو ده ما عمل اي حاجه بس دخل الصاله خليه رفع له طاره بس 10 كيلو وقام وقع. انا الوقت ده كان كنت شغال في احمد قاسي، جاي راجع عند واحد صاحبي ضرب لي قال لي يا اخي تعال خشاني معك. لما جيت تحت الصاله ضربت له يا اخي تعال في واحد وقع. انا قايل له زول مهبط يا اخي، قلت له اكشح اي مازه ولا اعمل اي حاجه؟ قال لي لا الزول ده وقعته كعب تعال شوف. مشيت جيت يا اخو لقيت حالته صعبه، مشينا نقلناه مستشفى النعاش بتاع هنا ده ما تلحق. فدي حياتهم والله المفروض يعني اغلب كل الصلاه تنتبه للحته دي. ضروره الفحص الطبي قبال يعني لك تراجع صحتك العامه. زول يقول لك بيدوخ جوا الصاله راجع دمك. يعني على الاقل شوف صحتك العامه ما توش دي خش الصاله. وما يا اخي اسي حاليا انا الواحد لما يجيني جديد خش الصاله بقول لها مثلا العب لي تشيست تمرين ده تمرين ده تمرين ده مجموعتين ومعاه حبه اكتاف ومعاه حبه تراي مجموعتين هو لا بيشوفني انا زي عايز اخرجه يعني تمرينه بيخلص نص ساعه، وكيف تمرين يخلص نص ساعه؟ لازم اقعد ساعه اقعد ساعتين
يا اخي انت زول اصلا ما عندك مجهود، ما قاعد تعمل مجهود، عضلتك دي ما هبشتها، انت لو شلت سوا السكر خمس دقائق يدك دي بتتمزق ثاني يوم. يعني مجموعتين دي كفايه 100% انها تجهيز العضل، كفايه لزول بعد الاول مجموعتين اول اسبوع ثاني ظهر ثاني تشيست بتنوع له في التمارين عشان لا تاذيه ولا تطفش من الصاله. لكن هنا ده لا، عملتك انت عايز انت زوج انت كوتش كعب انت عايز تخرجين من الصاله، ما بيفهم انه البروسيس بتاعت التكسير بتاع العضلات دي ذاتها بيطلع منها مقلوبين بياثر على الكدني ذاته. فالمهم ابدا بدايه صح، والكوتش مهما كان ما في والله كوتش داري خارج لزول، انا متاكد منها غريبة الكوتشات هنا بعرفهم، بيبدا المفروض تبدا بدايه واحد واحد، والنوع اللي بيجي مع اصحابه والله انا امبارح عندي واحد بادي بجي لاحد تمام خش مع اصحابه، انا وريته مين يخش مش لي هنا وامره مين خشه لقى اصحابه قاعدين خش معاهم، والله الصلاه جيت بلوس من ضرب ما قادر منتهي عاديه ليه ثاني ما جاي حاسس استفيد شو ناسي طفشت منك واحد. فالناس تبدا بدايه واحد واحد ما لحقين حاجه فيها اكيد عشان تصل للنتائج اللي هي عايزها. طيب يا دكتور عندنا رجع بك لموضوع السمنه ثاني، طبعا احنا يعني فهمنا السمنه مختلف، في ناس بيقول لك انه الزول ده سمين معناه صحته سمحه، يعني بيفتكروا انه السمنه دي حاجه جميله، فيا ريت لو شويه كده رساله توعويه نوري الناس عن المخاطر القريبه والبعيده للسمنه. المخاطر القريبه امراض مزمنه، ضغط سكر، اي مرض مزمن خطورته بيزيد مع السمنه. تعال حقيقه مشاكل في التنمر ده حسي نحن حاليا زول سمين قاعد يختسى، كان جاي يقعد عندنا ما شاء الله واحد صاحبنا صحته سمحه عنده جمله قاعد يقولها لنا، يقول لنا انتوا هنا ده خير متاع الدنيا زوجة صالحة، ولان نحن خير متاع الدنيا الطقه النظيفه. زول متين بيجينا ماشيين رحله سايقين لنا عربيه بيكانتو، الورد كله خليه له كله كرب الورد دي، وعلى الاكشن اللي قلت له بعد كنت قاعد مرتاح. فالتنمر دي واحده من المشاكل القريبه، اصحابك ما حيختوك في حالك، شكلك زي انت عن نفسك 100% ما حتكون راضي عنه، لا قادر تشك لا قادر تجري، نشاطك اليوم ذات ما حتكون قادر تأديه. المشاكل على المدى الطويل ألم مفاصل وجع ظهر، انت محمل على المفاصل دي حتى لما تكبر، الغضاريف القاعده انت شايفها هسه شايفها دي حتتاكل، لما تخس كيلو واحد بس الناس عندهم كسون بتاع الركبه، لما تخس كيلو واحد بتخفف على الركبه 10 كيلو، فدي ممكن مشاكل تسرق على المدى الطويل. ثاني طيب ده بالنسبه للناس اللي دارت تسمن دارت تضعف، بالنسبه للناس اللي دارت تسمن في ناس بتقول لك انه لما اخش الصاله بحاول ازيد وزني لكن ما قادر، بنصحك بقول لك اخش صاله بتزيد وزنك. طيب انا كان عندي جروب بتاع بنات مارينو، عندي واحده بدي لما جتني وزنها 45 وما شاء الله قدر كده بدسي ما شاء الله وزن فل جسم ما شاء الله منسف وحديد، والله بتشيل اوزان يعني تكات تنافس الاولاد اللي في الصاله، يعني ارجو اللي بتلعبها فل، يعني الصاله اكل تظبط جسمك فل اخيرا انت مش تبلعه، وبعدين زول عايز يسمن ياكل كله ساعتين دخل لك وجبه، انت ضعيف معناته معدل الحرق بتاعك عالي، ما عندك مشاكل مرضيه غده بتاع هنا ده، ما عندك المشاكل دي، لكن مشكلتك مشكله اكل بس. تزيد كان زول بيقول لك انا باكل في اليوم خمس وجبات ما كفايه، لكن انت بالذات ما كفايه، اكل 10 وجبات كل ساعتين ان شاء الله، خدت كده بتاعت كيك في الشنطه اكلها يعني بالطريقه دي مع الاستمرار حتى روحك زدتها، وممكن عادي تاخد مكمل غذائي ما اشكال، تاخد فيتامين تاخد بتاع ما اشكال، كل حياتك بتزيد صحتك. جميل. طب رغم انه في اقبال كبير على الرياضه في الاونه الاخيره، يعني الناس بقت اكثر علما بالرياضه وبفوائدها، لكن لسه برضه في قصور في الجانب ده، يعني ما كل الناس بتمارس الرياضه، حتى في اتهامات للناس اللي بيمارسوا كمال الاجسام انه بيعملوا الحاجه دي من اجل الشكل الخارجي، يعني انه شكلك كده يكون انت عندك عضلات وبتلعب كمال الاجسام بس، فكيف الناس تكون مهتمه اكثر بموضوع الرياضه ده وتعرف الفوائد الصحيه؟ شوف نحن رياضتنا دي رياضه بتاعت شو؟ اصلا الرياضه بتاعت شو؟ هو انا ما اظبط شكلي، انا انت مالك شكلي، مش ده السبب الرئيسي يكون؟ ده يكون السبب الرئيسي؟ عادي ممكن يكون السبب الرئيسي. هو شوف الاسباب الرئيسيه نحن قاعد نقسمها لثلاثه، وده شغل بتاع التنمر، واحد دقوه صغير جاي على العضلات عشان ما يدق ثاني، واحد شكله معي جاي هنا يظبط شكله، واحد يبقى فرعون، واحد عايز يحافظ على صحته، دي الاربعه. هو اكيد اخذ راحتك، شوف انت داير يا واحد، لكن هي اساسا لازم تحافظ بقى على صحتك وبعدين بتصهر في شكلك، طوالي بتصهر. هو زول ده ما شاء الله مقفل بتاع هنا ده، يعني رياضه بتجيب الكف وزاد
انه طوالي واضحه الزول ده ما زيه زي الناس. حتى نحن الواحد لما يكون بيتمرن مواصل تمارين وما شاء الله خشيت في كورس ويسو بعد يقفل بيقول لي وحش اول ما يبدا يضعف يقول له بقيت مواطن. طيب في حاجه بتخلي الناس تخاف من 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 الصالات، هي راغبه في ان هي تمشي وتصلح من شكلها وتصلح من جسمها وكده، لكن في مقوله بتقول انك انت بديت في الحديد لازم تموت وانت بتشيل الحديد، لانه متى ما خليته جسمك حيترهل، شكلك حيبقى كعب. المقوله دي حقيقيه فعلا؟ ما في اي حقيقيه، ما في اي يعني صحه في الموضوع ده. انت جزء بتتمرن الحديد تمام معك؟ ده اكتيفيتي زياده صح؟ وقفت الحديد ونفس معدل اكلك ما غيرته حتسمن وحتسمن تترهل وحتسمن تترهل. زول بتتمرن وقفت الحديد نظمت اكلك ما في اي حاجه يخليك تترهل. بالعكس اذا الخضم بتاعك حيقل جسمك حتحس بينفس تمام، لكن كونه تسمن وتترهل دي صعبه الا تحافظ على معدل الاكل بتاعك. شوف انت ما دام دخلت اكتيفيتي زياده معناته وجباتك المفروض تزيد، ده الطبيعي، او وجباتك المفروض تكون مظبوطه على النوع بتاع النشاط بتاع يومك. ما ممكن زول هو بيجي من الصباح يطلع من بيته يمشي الشغل يقعد في المكتب يجي رايق، ده اكله برا. زول بيطلع من الصباح بيجي شغله بيمشي يتمرن بيه ده اكله برا، فمعدل الاكل ما بيكون زي بعض، انه ده بيحرق اكتر، ده بيستهلك اكتر، ده بيستهلك. فانت زول وقفت الحديد ومواصل بنفس معدل الاستهلاك بتاعك ده فاكيد حتسمع. فاللعبه كلها لعبه اكل بس. جميل جدا. طيب في ناس بيمشوا الصالات بس يعني برام كده بيعملوا اشتراك في الصاله وبيشوفوا نوع الرياضه اللي هم حابينها وبتريضوا، هل الحاجه دي صحيحه ولا لازم تكون تحت اشراف مدرب في الاول؟ والله شوف انت ما دام جيزول حابب له نوع بتاع رياضه معين اخرت خليه يعمل توعيه وتعمل لك كونسلت تفهمه انه كده كده دي ممكن تكون افضل لك، لكن لقيته خلاص مخه متربس في الاتجاه ده خليه ما فرقت. في الافضل ياتو الافضل في الاصح حياته انه يكون تحت اشراف مدرب، ولا انه انت تشوف الرياضه اللي انت عايزها وتمشي. لا لا لازم، ما هو انت خشيت اي رياضه عندها مدربه احسن، حتيجي خشيت يلا شفت رياضتنا دي بالذات الطش فيها باصابه الطش فيها باصابه، جيت خش الصاله شفت ده قعدت اهبش بعدين الطش فيها والله صراحه صعبه، لانه ما التوعيه في الرياضه دي بالذات. يا اخي فتحت اليوتيوب سايت تمارين باي تمارين هنا داير كوتش اون لاين، في الكوتش اللي عندك في الصاله داير تشترك اشتراك خاص مع كوتشي برا يوريك التمارين تيجي للكوتشي بتاعك يعدل لك فيها، حتى الكوتشات بيكون متابع بيتابع معك اونلاين بيقول لك صور لي فيديو وانت بتتمرن عشان اتابع لو في غلط في التمرين بتاعك في التكنيك بتاعك بتاع صحيح لك تستفيد اكثر تستفيد اكثر فيها، لكن بتيجي بتجغمز وراك 100% اصابه كتف ظهر اكثر اصابات اللي عندنا الاكتاف والظهر، انه بعدين الظهر عضله مستفزه والسكوات عضله بتستفز داير اوزان انت بتحس روحك داير تشيل، انه معاه عضلات كثيره مساعده معاه الباي خاشي معاه الترابيس معاه الهنا ده، فبتحس روحك شايل اوزان كثيره وعندك القابليه تشيل اوزان لحد ما يعني تسرح في الموضوع ده تلقى روحك انتهيت باصابه. الاكتاف هو عشان خاشي في ثلاث ارباع الحركات ثلاث ارباع التمارين اصابته برضه سهله فما تهمش سهل اسالك كوتش لازم الكوتش بالذات في موضوع التمارين وبالذات في موضوع البروتينات والمكملات الغذائيه. دكتور عبد المعز مصطفى سعدنا جدا بوجودك معنا واستمتعنا والله وانبسطنا، وشكله كده في ناس حتسجل في جيم قريب كده. لا خلاص يعني اخذت الموضوع ده شرفتنا ونورتنا. الله الشرف لي والله. شكرا شكرا لك على حضورك على وجودك معنا. رحلتنا لسه متواصله يا ملاذ بعد الفاصل.